السلام عليكم، اني رقي ولايه. شتينا اليوم خونا خالد طرانيس كصحفي اخر، وكنا امام القضاء تاع مجلس الرويسو، ونشكر بزاف المحاميين، نشكرهم بزاف بزاف رجال القانون، نشكرهم بزاف بزاف المحاميين. وخالد طراني كصحفي اخر ظلموه، العصابه ظلماتو، هضر كلمه الحق، وكان يغطي على الحراك، وهو صحافي ولي فاميليا، وهذا غير الصح. ومهنة الصحافة لازم يهضرها، مهنة الصحافة لازم يقولها، لازم يلحق الميساج. هذا هو الصحفي حر، هذا هو الصحفي حر. صحفي حر لازم يلحق الميساج، لازم صحفي حر يخدم خدمته، ما يخوش المهنة تاعو، ما يخوش المهنة تاعو. من العصابة هذه، العصابة هذه ما تحبش واحد يهضر الصح، تحب واحد يكذب، يكون منافق كيما هما. العصابة هذه العصابة منافقة، دخلوا الحبس سكارة، غلط راني دخلوا الحبس سكارة باش يغرقوه مسيكي، كيما غرقوا كاني بابو، كيما غرقوا فودي بومالا، كيما غرقوا كاع الأحرار، رجال الأحرار هذو كلمة الحق غرقوه. خلط راني كصحفي غرقوه سكارة بالعاني سكارة. هذه العصابة ما تحبش كلمة الحق، تهضر كلمة الحق تضرها، ضرها تدمر لي هذه العصابة. هذه كلمة الحق ضرها، وهذه عصابة. وطور السلمية لازم تستمر. والله يرحم الشهداء، هاوليك عباد رضا الله يرحمه ولا يوسع عليه. دولة مدنية مشي عسكرية ويسقط النظام الفاسد. ولي تبول براءة بقرعة ريحة. وكصحافي حر في السجن بعامين حبس نابت. وين صرات هذه؟ ما عندناش عدالة في البلاد. العدالة في البلاد لازم تكون العدالة مستقرة. عندنا عدالة تحت الصباط وتحت الرنجاص، تحت الريجيم ميليتار العدالة تاعنا. ما عندناش عدالة حرة ونزيهة، عندنا عدالة تحت الصباط وتحت البول وتحت العصابة. والسلام عليكم، الله يرحم الشهداء، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ودولة مدنية مش عسكرية.